السلام عليكم، معكم مصطفى من قناة مستر منتج. حلقة النهاردة حلقة مهمة جدا جدا جدا. الحلقة دي هنتكلم فيها عن ازاي تقدر تعمل اكونت باي بال وتقدر ترسل وتستلم الاموال على الاكونت ده بدون ما تفعله ولا بفيزا ولا بماستر كارد ولا حتى تربطه بحساب بنكي، ولا محتاج تعمل اي حاجة في الاكونت ده، وهيفضل معاك طول العمر بدون اي تفعيل. تابع معايا الحلقة دي للاخر عشان الحلقة دي مهمة جدا. انا دوخت كتير جدا لحد ما عرفت الطريقه دي وعرفت ازاي تقدر تعمل اكونت باي بال وترسل وتستلم عليه اموال بدون اي تفعيل. والطريقه دي يعني مش هقول لك حصريا، ولكن انا ممكن اكون شفتها قبل كده او ممكن اكون خدتها من حد، ولكن الطريقه دي ما انتشرتش كفايه. ولكن النهارده ان شاء الله تنتشر الطريقه دي، والطريقه دي سهله جدا وبسيطه. هو انك تعمل اكونت كندي. كندي تمام. الاكونت لما يبقى كندي تقدر ترسل وتستلم عليه اموال بدون اي تفعيل، وهتشوف الكلام ده دلوقتي وبالدليل وبالاثبات. فعلا يا جماعه والله العظيم دورت كتير جدا، وكنت يعني هموت على اكونت باي بال وفلوس كتيره جدا ليا عند ناس مش قادر ان اطلبها منهم ولا قادر ان اسحبها، لان دفعهم بيبقى عن طريق الباي بال بس تمام. ولكن بعد كده عرفت ان شاء الله اسحب الاموال دي بكل سهوله، ونشوف الموضوع ده كله مع بعض دلوقتي. اول حاجه، يا ريت قبل ما نبدا اي حاجه في الفيديو ده تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه، لان الطريقه بتاعت النهارده مضمونه 100% وهوريك اثبات دلوقتي. فيا ريت تدعمني بلايك الفيديو وتشترك في القناه، وتعالى طول نبدا على طول مع بعض. اول حاجه هنفتحها هي الباي بال. هتفتح الباي بال وبدون كمان في بي اس، وبدون ما تغير الاي بي، وبدون اي حاجه تمام. تابع معايا الطريقه دي حلوه جدا، بدون ما تغير اي حاجه. حتى هنا مكتوبه هي مصر اي جي، يعني مصر تمام. احنا بدانا التسجيل تمام. هتقول هنا لوجن، هتعمل لوجن. انا هعمل لوجن على طول بالاكونت ده، اكونت كندي، ده اكونت كندي. تقول له لوجن، زي ما انت شايف الاكونت ده فيه 2 دولار 45 سنت، معنى كده انه بيستلم اموال. ولو خدت بالك كده هتلاقي ان الاكونت لم يفعل بلينك اكارد ولم يفعل بلينك ابانك اكونت، لم يفعل نهائيا. فزي ما انتم ملاحظين الاكونت غير مفعل تماما تمام. الاكونت اتعمل، اتاكد بالايميل، الايميل بتاعك عادي جدا، ايميل مصري، ايميل جيميل، ايميل روسي، اي ايميل عادي جدا، حتى لو ايميل ياهو عادي جدا. والموبايل كونفيرمد، بس انت تعمل تاكيد بالموبايل عن طريق تكست ناو. هنتعلم الموضوع ده كله دلوقتي حالا، فالموضوع بسيط جدا. فتعال نكمل كده مع بعض. زي ما قلنا الاكونت فيه 2 دولار 45 سنت، معنى كده انه بيستلم اموال. وزي ما انت شايف ان احنا بعتنا 6 سنت، بعتنا 6 سنت لاكونت تاني اسمه مستر بومتك، بعتنا 6 سنت لاكونت تاني اسمه مستر بومتك، فمعنى كده انه بيرسل اموال تمام. كده الاثبات قدامك اهو، انه بيستلم وبيرسل عادي جدا تمام. نكمل نتعلم بقى ازاي نقدر نعمل اكونت زي ده. اول حاجه هنقول له لوج اوت، هنخرج عادي جدا من الاكونت. زي ما انت شايف هنا بيقول لك ان هو اتعمل من كندا تمام، كتب هنا سي اي معناه ان هو كندي. هننزل تحت، هتروح عند العلامه دي كده، هتلاقيها معموله عندك بالبلد بتاعتك اللي معمول منها الاي بي، هتغيرها وهتخليها كندا تمام. هتلاقيها هنا هتعملها كندا بس. عايز بقى تغير الفرنسيز دي وتعملها امريكان، تعملها اي حاجه انت عايزها، فدي حاجه ترجع لك انت تمام. خليها انجلش مثلا زي ما هي كده، خليها انجلش. ونقول له ايه؟ لا احنا عملناه كده فرنس، لا نقول له ترانسليت، نرجعه مره ثانيه تمام. ونقول له نرجع ثاني معلش، نضغط على الانجلش، هو كان فرنش، نضغط على الانجلش ونقول له ساين اب. ساين اب يعني اعمل لي اكونت جديد خالص تمام. هيقول لك الاكونت ده هيبقى بيزنس ولا بيرسونال. هتلاقي طالما جاب لك الواجهه اللي قدامك ده اهي، يبقى كده الواجهه دي بتاعت الاكونت الكندي، مش الاكونت العادي، ده الاكونت الكندي تمام. فلما تجي لك الواجهه دي اعرف انت ماشي صح. فتضغط على ساين اب فور ا بيرسونال اكونت، وبعد كده على طول جنبه كده هتقوم فاتح هتقوم فاتح الموقع ده، افتح جوجل تمام. قبل ما نكمل في اي حاجه، ونكتب هنا فيك نيم جينيريتور. تمام الموقع ده هنروح عند راندوم ده، هنقول له على حسب انت ولد ولا بنت، تقول له مثلا ولد، وهنا تقول له هنا تسيبها امريكان، تسيبها امريكان زي ما هي، وبعد كده تنزل تحت هنا تقول له كندا تمام. كندا فين؟ كندا اهي تمام كده لحد دلوقتي. هنقول له جينيريت، جميل جدا يا شباب. هتاخد الاسم الاول ده وتحطه هنا. هتقول لي طب انا عايز اعمله باسمي، اقول لك لا ما تعملوش باسمك، لان الاسم ده متسجل هناك عندهم في كندا ان ده اسمك، ان ده اسم حد، اسم حد حقيقي، فلازم تعملها بالاسم ده.
فننزل تحت ناخد الاسم التاني، مش لازم تاخد حرف التي ده، ناخد الاسم على طول. وبعد كده هنا بيطلب منك ايه؟ بيطلب منك لا سيبك من الميدل نيم ده وحط الاسم التاني على طول. هنا الايميل ادريس، حط الايميل بتاعك. تمام، حط الايميل بتاعك، اي ايميل انت عايزه عادي. تمام، فانا مثلا عايزين نعمل اكونت جديد خالص اعمله معاكم، فمثلا هنروح نعمل ايميل هنا عشان نمشي بالطريقه صح 100% وما يكونش في اي مشاكل. اتمنى بس يكون الصوت كويس عشان دي حاجه مش متاكد منها الصراحه، ولكن اتمنى يكون الصوت كويس، واتمنى تفهموا اللي انا بعمله ده كله عشان الموضوع ما يبقاش صعب عليكم. هتقول له هنا ترانسليت، ترجم لي البتاعه دي كلها، ترجمها لي. تمام، زي ما انت شايف ترجمها لك اهو. هتقول له تحت هنا تقول له جو اوت، تقول له ايه جو اوت؟ يعني عايز اخرج. تمام، هيبقى عندك انت من غير الكلام ده كله. بعد كده هنا هتقول له ريجستريشن، هتقول له هعمل اكونت جديد. تمام، هتحتاج كوبايه شاي زي دي لان الموضوع مش طويل خالص، بس هتحتاجها. هتطلب منك اسمك عادي جدا. عملنا الاكونت بنجاح، هنروح على طول عند الباي بال ونكمل مع بعض التسجيل. كوبي كده ونحطه هنا بيست، وبعد كده نروح عند كريت الباسورد. مثلا اقول له انا عايز الباسورد اللي انا كنت حاطه هنا، واقول له كده ثانيه واحده كده كده. تمام، وكده الباسورد بقى تمام، وكده كل حاجه في الاكونت تمام. قول له نيكست، هنشوف هيطالبنا بايه تاني عشان نعرف ازاي نحط الحاجات دي كلها. تابع معايا الموضوع ده كله عشان الموضوع بسيط جدا وده هيساعدك جدا، وهقول لك ازاي في اخر الفيديو ازاي تقدر تستلم وتسحب الاموال عادي جدا. تمام، ازاي تقدر تستلم اموال الباي بال كاش في ايدك لو انت في مصر او بره مصر عن طريق حاجات بسيطه جدا. خلينا نكمل كده مع بعض. هنا بيطلب منك بقى العنوان، هنروح هنا بكل بساطه ونقول له ادي العنوان بتاعي. تمام، هنقول له ادي العنوان. هيطلب منك هنا البوست كود عشان الناس اللي بتتلخبط بس في الكود بتاع بتاع كندا، انا من الناس دي. هتقول له كده يقول لك غلط، هقول له لا. هنقول له كده ده الكود، هنقول له ده الكود. تمام، هنقول له ده الكود، ده كله هو الكود بتاع كندا. تمام، بتاع كندا مختلف شويه عن بقيه الاكواد. تمام، وهنخش مره ثانيه عند المدينه ونقول له ادي دي هي المدينه. تمام، اما بقى في الخانه دي حاول تختارها اي حاجه، يعني مش هتفرق معاك بشكل كبير، مش هياخدوا بالهم منها قوي يعني، فعادي اختارها مثلا كده مثلا. تمام، هيطلب منك رقم التليفون، هتروح انت هنا اهو عند تكست مي او تكست ناو. تمام، تخش على تكست ناو بشكل سريع جدا 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 زي ما انت هتشوف دلوقتي عشان بس الموضوع كده ما يتاخرش معانا. هتروح عند تكست ناو، هتقول له لوجن، لوجن، ايوه لوجن، مش تعمل ساين اب، لوجن عن طريق الفيسبوك بس، لوجن عن طريق الفيسبوك. هقول له تمام، اقول له لوجن عن طريق ايه بالظبط؟ اقول له مثلا عن طريق الاكونت ده، واقول له لوجن اتفضل افتح لي الاكونت بتاعي، او افتح لي اكونت على تكست ناو. بكل بساطه هتاخد الاكونت وهتاخد رقم التليفون اللي هيديهولك وهتحطه عندك في الاكونت بكل سهوله، وهتاخد اللي النمبر اللي هيجي لك وهتحطه بكل سهوله. فهنعمل الموضوع ده في السريع، هنقول له ادي الرقم التليفون بتاعي. تمام، واقول له كوبي للرقم ده واتفضل، هو ده الرقم؟ لا لازم نكتبه. هنقول له ماشي 774774 و298 298 واخر حاجه 6949 6949، هو ده الرقم يا حاج. اتفضل وقول له هنا هنا هو كام؟ هنا ننزل 23 سبتمبر 1979، مش هتفرق معاك قوي، ونقول له 23 مثلا، قول له شهر سبتمبر ده انا عارف، المهم 9 مثلا. وهنا لا قول له 09 09 09 وهنا 1979، فكان مش هتفرق معاك بشكل كبير يعني. هنا هيقول لك انت بتشتغل ايه؟ قول له اي حاجه، قول له مثلا ان انا بشتغل مهندس مثلا. بعد كده قول له اجري اند كونتينيو. تمام، كونتينيو، اعمل لي كونتينيو للكريتيف بتاع الاكونت بتاعي. هيقول لك كده انت خلاص تمام كده، الاكونت بتاعك تقدر تستلم وترسل عليه اموال عادي جدا. قول له تمام يا حاج انا عاوز اخرج واروح عند الباي بال عادي جدا عشان نفعل الاكونت. هيقول لك تمام، هتخش هنا على الباي بال عادي عشان تفعل الاكونت. قول له اول حاجه كونفيرم الايميل بتاعي، هتقول له سند. هيقول لك تمام، احنا هنعمل سند الايميل اهو زي ما انت هتشوف دلوقتي. ادي الاكونت، بيقول لك اعمل له كونفيرم، هتعمل كونفيرم عادي جدا للاكونت. انا عارف ان انا اتكلمت كتير بس ضروري جدا اللي انا بقوله ده النهارده ضروري جدا، ده هيخليك تمتلك اكونت باي بال سهل تقدر تستلم وترسل عليه اموال
بالشكل بسيط وبالشكل اللي انت عايزه، وهقول لك في اخر الفيديو ازاي تقدر تسحب من عليه الاموال اللي انت عايزها. هيقول لك هنا هات الكود، هقول له جيت كود، هقول له جيت كود، هيقول لك استنى هنا هيجي لك الكود. تمام زي ما انت شايف ادي الكود اهو، وهناخده كوبي وهنروح هنا عند الاكونت ونقول له كونفيرم. تمام الموضوع ابسط من البساطه يا شباب كده، كل حاجه خلصت. هنقول له جو تو ماي اكونت، جو تو ماي اكونت كده الاكونت بتاعك بقى مفعل، بقى تم فتح الاكونت، تم تفعيله وتم تفعيل الموبايل بدون لينك اي حاجه. اهو كده بقى عندك اكونت على باي بال تقدر ترسل وتستلم من عليه اموال بدون اي مشاكل تقابلك في الاكونت، وبدون ما يطلب منك اي حاجه، وتقدر تستلم وتفعل وتعمل كل حاجه انت عايزها بدون حتى ما تفعله باي حاجه. وازاي بقى نقدر نستلم الاموال من على باي بال؟ ده هو عن طريق الشرح اللي هسيبه لك اسفل الفيديو، او انا هقول لك عليه بالسريع. هو عن طريق موقع فايل ابلود، الموقع ده بيتيح لك ان انت تدي لهم الفلوس عن طريق الباي بال، ترسل لهم الفلوس وهم يدفعوهم لك عن طريق 50 طريقه دفع مختلفه. هم بياخدوا 15% على العمليه دي من الفلوس اللي انت هتديها لهم، ولكن جوده عاليه جدا، والفلوس بتجي لك في ايدك. تسحبهم على فودافون كاش للمصريين، تسحبهم باي طريقه انت عايزها عن طريق مصر، او تسحبهم باي طريقه تخص تونس، وفي طرق تخص الجزائر، بتخص بلاد الوطن العربي بالتحديد، في طرق كتير للوطن العربي، وفي طرق عامه طبعا زي البيتكوين، وفي طرق عامه زي ويسترن يونيون، في طرق عامه بشكل كبير. فانت بالطريقه اللي انت عايزها هتسحب. فالموضوع بسيط جدا في موقع فايل ابلود، وهتخش بس تكلمهم من الصفحه اللي هسيبها لك اسفل الفيديو، هتلاقي كل الروابط في المدونه، وان شاء الله تكلمهم. واقل مبلغ للدفع اليوم ب 40 دولار، يعني تديهم 40 دولار هياخدوا 15% ويحولوا لك الباقي للموقع، وانت تسحبها بالطريقه اللي انت عايزها. تمام وهسيب لك الموضوع بشكل تفصيلي اكتر تحت الفيديو ده، في المدونه هتلاقي رابط للفيديو اللي هيشرح ليك الطريقه دي بالتفصيل. بس كده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واتمنى لو عجبك الفيديو تعمل لايك وتشترك في القناه لو كنت اول مره تشوف حلقات مستر بومتك، لان في حلقات جايه افضل بكثير من الحلقات دي، والحلقات دي انا تعبت فيها جدا وتعبت فيها لحد ما جبت اصلا الطريقه دي. فاتمنى انك تساعدني بانك تضغط على زر لايك وتدعمني بشكل كبير في الفتره الجايه عشان نقدم حلقات افضل. بس كده، كان معكم مصطفى من قناه مستر بومتك، شكرا على شفت الفيديو، اشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام.